تحية طيبة للجميع. في العام 63 900 ألف وضع الأباء المؤسسون للاتحاد الإفريقي اليوم والذي كان يومها قول تحت مسمى منظمة الوحدة الإفريقية، وضعوا سقف أهداف يناشد تحقيق وحدة أكبر لشعوب وبلدان القارة مع الدفاع عن سيادتهم وكذا أراضيهم والعمل على استقلال كافة الدول الأعضاء، إلى جانب التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لإفريقيا. فما الذي يجعل قارتنا اليوم بعد أزيد من 60 عاما تخسر من ثرواتها كل عام أكثر مما تتلقاه من مساعدات واستثمارات أجنبية تحت أغطية ومسميات عدة؟ ثم لماذا يعد رهان تطوير التعليم في القارة الإفريقية وهو شعار قمة الاتحاد القاري هذه السنة ذا أهمية بالغة في تحقيق التنمية الشاملة وكذا المستدامة؟ ونسأل أيضا ما المنتظر من الجزائر وهي حاليا عضو مجلس الأمن الدولي أن تقدمه لصالح الصوت الإفريقي داخل بيت القرار الدولي في سياق التحديات الجيوسياسية الراهنة. عشية انعقاد القمة الإفريقية 37 الحلم الإفريقي 2063 رهانات الداخل واتجاهات الخارج، موضوع النقاش الرئيس لهذا العدد من برنامج في قلب الأحداث. علي أسعد بأن يكون ضيفي اليوم الأستاذ الدكتور أسامة بوشماخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. أيضا معنا البروفيسور مصطفى صايج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. مرحبا أستاذ بدر، دائما لضيوفك الكرام. شكرا جزيلا. وتلتحق بنا الدكتورة هبة البشبيشي المختصة في الدراسات الإفريقية إذا من العاصمة المصرية القاهرة. أستاذة هبة مساء الخير، إن كنت التحقت بنا في هذا النقاش. طيب ننتظر أن تكون معنا بعد قليل دكتورة هبة، وأبدأ النقاش معك بروفيسور صايج. يعني حينما نتحدث عن قمة عادية في الاتحاد أو للاتحاد الأفريقي هي القمة 37، لكنها تأتي في ظروف غير عادية. يعني ما الذي يجعل هذه القمة تأتي في ظروف غير عادية بالنظر لكل التجاذبات الحاصلة في الإقليم وفي العالم؟ طبعا على الأقل إذا نظرنا إلى الأدبيات التحضيرية لما يعرف المجلس التنفيذي، ما تم إصداره من خطابات أو أوراق تحضيرية للقمة المزمع عقدها اليوم غد وبعد الغد، هو تقريبا تعطيك قراءة للوضع ومكانة وتحدي الكتلة الإفريقية لهذا، دعني أقول تهديدات لبيئة لانتقالية في النظام الدولي. أول ملاحظة يجب أن ننتبه إليها أن القارة الإفريقية لا تزال تعيش صدمات خارجية أكثر منها داخلية، بمعنى إذا حسبت فترة كوفيد كيف أثرت على كل المستويات سواء اقتصادية أو اجتماعية، يضاف إليها التحدي الخارجي الآخر وهو المتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية الأطلسية التي أدت إلى تأثيرات على المستويات الاجتماعية واقتصادية، أدت بدورها على حل حالة ربما تأثيرات سياسية واجتماعية أكثر. لكن الجانب الأكبر هنا عندما ترى الخطاب الافتتاحي في مجلس التنفيذي للمفوض الاتحاد الإفريقي موسى فكي، فإنك ترى بأنه بدأها بهذه التهديدات الجيوسياسية الأساسية. أولا هناك حالات اضطرابات تعيشها الكثير من الدول الإفريقية ممتدة من غرب إفريقيا إلى القرن الإفريقي إلى البحيرات العظمى. الجانب الثاني أنه للأسف بعض الركائز الأساسية التي كانت تشكل عمق وقوة الاتحاد الإفريقي مثل مجموعة الاقتصادية الغرب إفريقيا الإكواس، 3 دول من بينها طلبت الانسحاب، وبالتالي هذا التصدع يضاف إليه تقريبا إذا لاحظت إلى غاية اليوم 7 دول أو 8 دول هي غائبة عن حضور الاتحاد في القمة على أساس أنها معاقبة للتغييرات غير الدستورية. وانطلاقا من هذا ما لاحظناه للأسف في نفس الفترة أن يصدر بالأمس فقط تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول داعش في العالم، وهنا التأثيرات التي قدمها كتقرير هو دعني أقول نوع من الخطورة على استقرار المنطقة، خصوصا تلك الدول التي تعيش حالة الاستقرار السياسي والأمني. وهنا للأسف ربما أحد الأطروحات المستقبلية أن مركز ثقل الدواعش ستنتقل من سوريا والعراق للبحث عن غرب إفريقيا، لأنها تجد ملاذات آمنة أكثر لكي تعمل للأسف على اضطرابات أخرى وحالة استقرار أخرى. إذن هذا الوضع العام فيه فرص للتفاؤل، فيه فرص للأمل، لكن يبقى
التحدي 2024 فقط، ما نسميه في لغة أخرى، وهنا لديك 19 دولة سوف تعيش انتخابات رئاسية. وأهم مشكل في 1999 القادة الأفارقة اتفقوا على وضع مجموعة من القواعد لكي لا يكون هناك تغييرات غير دستورية، وتم وضعها بندل بندل، وبالتالي ما نعيشه آخرها في السنغال، وهو أنه أثناء وبعد وقبل كل انتخابات رئاسية ستكون هناك تصدعات كبرى يمكن أن تؤدي إلى انفلات أمني ليس فقط على الداخل وإنما على كل دول الإقليم. طيب دائما في سياق هذا التشخيص للبيت الأفريقي من ربما الجانب السياسي والاقتصادي وحتى أو جانب ربما الأمني، دعني دكتور أسامة أسألك، يقولون بأنها قارة المتناقضات القارة الأفريقية، يعني أرض غنية بثرواتها لكن ساكنتها أغلبهم تحت خط الفقر، ما الذي يجعل هذه القارة نهضتها معطلة؟ فعلا هو فقط لا يكتفي أن تكون لديك قوة، وهنا تحدث القوة بما بالموارد، بمعنى أن ما تمتلكه هذه القارة لدواعي أن تستطيع أن تنهض بعد ذلك، ولكن هي في القدرة، بمعنى أنك كيف تستطيع أن تحول هذه القوة إلى قدرة وأداة التنفيذ. ولهذا فالقارة الإفريقية يعني فكما كيف تسمى يعني خلال أو ما تعرف بقرن هذا الحالي أو هذا القرن يسمى بقرن إفريقيا، لما تحتويه من موارد كبيرة وموارد تستطيع من خلالها أن تحدث نهضتها. ولكن للأسف أن هذه القارة حجم التدخلات وحجم الاختراقات التي تحدثت من قبل القوى العظمى وحتى بالنسبة للقوى الكبرى، وحتى أنه بالنسبة لظروف تاريخية جعلت أن هذه دائما هذه القارة محل اختراقات سياسية ومحل اختراقات اقتصادية، وهو دائما ما يضعفها. لكن دعني فقط أن أتحدث على بعض المؤشرات التي تدل على أن هذه القارة ما تحتوي تستطيع أن تصبح قطبا أو كتلة لها تأثيرها على مستوى السياسة الدولية. سنة 2050 هذه القارة ستكون بحوالي أكثر من 2 مليار نسمة. أيضا بالنسبة لهذه القارة هناك ثقل جيوسياسي لمجموعة من الدول، ولكن للأسف أن هذه الدول يراد لها حاليا إن لم تستطع أن تخترقها بما يعرف باستراتيجية البولو، ولكن تحاول بعض القوى الخارجية تحاول أن تزعزع أركان هذه القوى من خلال تفعيل الكثير من الأزمات حول هذه القوى. شوف أن الجزائر جميع حدودها مشتعلة، انظر إلى جنوب إفريقيا حاليا الكيان الصهيوني ماذا يريد أو يفعل من كثير من الأزمات سواء المتعلقة بالحدود، وهنا أتحدث حول الأزمات الصحية، 25 مليون نسمة كلها في الجوار الجنوب إفريقي كلها هي عبارة عن إيدز. أيضا نتحدث حول أنه ما يفتعل في مصر مع تفعيل مع دولة إثيوبيا مع نيجيريا وتنشيط خلايا الإرهابية. إذن المراكز الثقل بالنسبة لهذه القارة التي يمكن أن تقود وأن تكون قاطرة يفتعل من خلال يفتعل في عديد من الإشكاليات حتى دائما تبقى هذه القارة على ما هي عليه. هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية أيضا الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لبعض القوى المتواجدة داخل القارة أيضا تستطيع أن تقوم بعملية أو تحويل هذه القوة إلى القدرة، ولكن إضعاف هذه القوة من خلال أيضا من خلال الأوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية بالنسبة للدول المجاورة، وما تفضل به البروفيسور حاليا وقال أنه القضية الآن فيما يعرف بمنطقة الساحل وهو محاولة خلق نظام إقليمي جديد، هذا النظام أدى على حساب نظام إقليم كان متواجد والنفوذ الفرنسي في هذه المنطقة، ولكن أدى إلى تفريخ الجماعات الإرهابية التي بدأت نشاطها حاليا يتكاثف في منطقة الساحل. ولهذا فأعتقد أنه هناك مجموعة من الدول التي لديها إرادة في النهضة، ولكن القوة الجذب التي تمتلكها القوى العظمى تستطيع أن تفرض سياسة. وهنا أتحدث على فقط يعني فقط حول ثلاث مواثيق استراتيجية أو ثلاث وثائق استراتيجية بالنسبة للقوى الكبرى. الوثيقة الأولى وهي الوثيقة الأمريكية، نتذكر جيدا أنه قبل سنة ونصف كان هناك قمة عقدت في الولايات المتحدة مع الكثير من الزعماء الإفريقيين، وحتى أن هناك قائد أمريكي من رتبة عالية في الجيش الأمريكي يقول بهذه الكلمة: إذا ضربت أو مست المصالح الأمريكية في الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام المارينز. هذه كنقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا الوثيقة للسياسة الخارجية بالنسبة لروسيا أيضا تحدث على ضرورة أن يكون لديها محل نفوذ كبير في المنطقة إفريقيا.
الصين ايضا اتفاق 2015 من مبادره الحد مبادره الحزام الطريق والحزام ايضا لديها تريد ان يكون لها نفوذ. والان اليوم نتحدث اليوم فرنسا ترسل مبعوثه الى الجديد الى 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 افريقيا ويتحدث على استراتيجيه جديده عسكريه حتى بالنسبه العسكريه واعاده الخريطه العسكريه في السنغال في الكوت ديفوار وفي الكونغو. الكونغو الآن بدأ يشهد اليوم يعني أمس واليوم فقط بدأ يشهد أيضا جرائم كبيرة جدا ولكن الإعلام يغطي لا يقوم بتغطيته. إذا أعتقد أنه ما يجمع إفريقيا كثير جدا ولكن ما يفرقهم قوي جدا. يعني أثرت العديد من النقاط وأعتقد أنك غلبت العامل ربما الخارجي أكثر منه من العامل الداخلي فيما يتعلق بتعطيل هذه النهضة الإفريقية. وفي هذا السياق أسأل دكتورة هبة، يعني للأسف نعود في كل مرة وربما مع انعقاد كل قمة للاتحاد الأفريقي إلى نفس السؤال الذي مفاده بأن هذه القارة تمتاز بثروات لا تحصى ولا تعد وربما لم نكتشفها بعد، لكن ما الذي يعطل هذه النهضة الإفريقية التي يتحدث عنها على الأقل أجندة 2063؟ هل الأمر متعلق بالآليات التي تنفذ بها هذه النهضة أم يتعلق أو تتعلق بالإرادة السياسية للدول الإفريقية؟ إليك دكتورة هبة. أولا أرحب بحضرتك وبالسادة الضيوف مع حضرتك في الاستوديو وأرحب بشعب الجزائر العظيم. خليني بداية يعني أحدد بعض المحددات اللي هنتحدث من خلالها عن القارة الإفريقية. الحقيقة القارة الإفريقية لديها إشكاليات كبيرة جدا تتمثل في عملية النمو السياسي للقارة الإفريقية. الحقيقة إفريقيا مرت بطفرات كبيرة ما كانش فيها العمل السياسي عمل متكافئ على المستوى الشعبي ومستوى الحكومات والأنظمة الموجودة في إفريقيا. تطور الأمر إلى مسألة النمو الاقتصادي، والحقيقة كان النمو في الاقتصادي في إفريقيا يعتمد بصورة كبيرة على استيراد التكنولوجيا من الخارج وتوطينها، وبالتالي المسارين اللي المفروض ان احنا بنحددهم هو المسار الاول المسار بتاع العملية السياسية او الخاص بالعملية السياسية، والمسار الثاني هو المسار الاقتصادي. وبالتالي لما نتحدث عن قارة المتناقضات والأزمة في إفريقيا، الحقيقة هي أزمة حاكمة ومستحكمة نابعة من الأساسات الأولى أو الأساسيات الأولى في نمو المجتمعات الإفريقية. الحقيقة إفريقيا لديها إشكالية كبيرة يمكن أشار عليها المتحدث قبل مني على طول، كان يتحدث عن الصراعات اللي بدأت تظهر اللي تفتقت في إفريقيا سواء في السنغال أو في الكونغو. الحقيقة هذه الصراعات ما هيش وليدة اليوم أو هي يعني ظهرت فجأة على السطح. نحصد الجزء الخارجي أو جزء الظاهر من الغيامة أو التحدي الكبيرة بتاعت الصراع، لكن كل هذه الصراعات هي صراعات متأصلة وموجودة بتجذر في المجتمعات الإفريقية. إفريقيا لن تمر بالمراحل الطبيعية والمراحل النمو الطبيعية للمجتمعات الأخرى مثلا كالمجتمعات الأوروبية أو الأمريكية أو حتى في شرق آسيا. الحقيقة إفريقيا لها من الخصوصية اللي يخلينا نقول أن مدركات العمل السياسي والاقتصادي لا تتكافأ مع مخرجات إفريقيا أو زي ما حضرتك أشرت ثروات إفريقيا. يعني إفريقيا المفروض إنها تكون في مكانة تانية خالص من العالم في وضع آخر ومختلف من العالم، لكن التحديات الحقيقية هي ما تشهده المجتمعات الإفريقية من مسألة يعني تجذر القبلية، تباطؤ توطين التكنولوجيا في إفريقيا، ترتب على ذلك فكرة إن المجتمعات ما هيش متكافئة في قبلية، في تشدد، في صراعات عسكرية كانت تصل لحد الصراعات المسلحة، وده كان آخرها في السودان اللي شفنا الصراع المسلح القبلي اللي انتشر في السودان. كمان لو أشرنا على الكونغو مسألة وجود جماعات من الخارج تشن هجمات زي الجبهة الديمقراطية لتشن هجمات على الكونغو وتعود إلى عملها سواء في رواندا أو في أوغندا. يعني الحقيقة في صراعات كتير في إفريقيا إذا تتبعنا كل منها هنلاقي إن مسألة القبلية هي عامل مهم جدا والانتماء إلى القبيلة وليس طيب دكتورة إلى الوطن. دكتورة هبة دعيني أقف عند هذه النقطة، ألا تعتقدين أو ألا يمكن للمكون القبلي أن يكون حجر أساس في بناء الدولة الوطنية؟ هل هذه هي المعضلة بالنسبة للقارة الإفريقية؟ صحيح، ما قدرناش والله. حاولنا كتير في دول إفريقيا حاولت كثيرا يعني ان هي تعمل من القبلية كان اخرها اثيوبيا، يعني حاول
نظام أبي أحمد وحزب الازدهار في أثيوبيا أنه يوجد قومية أثيوبية تجتمع حولها الشعوب الأثيوبية، ما قدرش. احنا شفنا خرجت الصومال من عباية أثيوبيا، وخرجت إريتريا من عباية أثيوبيا، وهناك شعب العفر في الجنوب يحاول، والتجري تحاول الانفصال. ولكن الأزمة كما أوضحت لحضرتك هي مسألة الاستئثار بالثروة والسلطة. يعني إذا ما تتبعنا مسار الصراع الصراعات القبلية بنصل إلى نقطة محددة، وهي الصراع على الثروة والسلطة كما هو الحال فعلا في السودان. يعني السودان كانت وصلت إلى مرحلة الدولة الوطنية والفكر القومي المنتشر في السودان والعروبة المنتشرة في السودان، فجأة وبدون أي مقدمات انهار كل ذلك حول صخرة القبلية. يعني القبلية حطمت كل آمال السودان في التحول الديمقراطي والانتقال الديمقراطي والتعامل مع الحكومة والسلطة، على أن هناك يعني شيء رفيع المستوى يحدث في السودان بعد الثورة. لكن ما صدمنا به كمجتمع دولي وكافياتيين أن صخرة القبلية حطمت كل. طيب سأعود إليك دكتورة هبة. بروفيسور سعيد دائما في هذه النقطة ربما أثارت نقطة مهمة تتعلق بالمكون القبلي. هل لهذه الدرجة المكون القبلي معطل في بعض الدول الأفريقية لبناء الدولة الوطنية؟ للأسف لديها أولا البعد التاريخي. عندما ترى أن الاستعمار لعب على المكونات الإثنية والقبلية لكي يذهب دائما لخلق دول تابعة بالنسبة إليه ما نسميه بالمركز المحيط، وهنا في كثير من الأحيان أعطى للأقليات الإثنية أو القبلية السلطة والثروة واحتكار السلاح، وهذا ما أدى بالقبائل التي كانت تحس نوع من الحرمان والتهميش في المشاركة في صنع القرار، أدى في كثير من الأحيان أن تذهب إلى العمل المسلح وبالتالي تخلق نوع من الاضطرابات لا متناهية. نعطيك مثال فقط ما يجري في إثيوبيا مع التيغراي. التيغراي في فترات معينة كانوا هم الذين يحتكرون المؤسسة العسكرية بالمفهوم احتكار السلاح، وكانوا في مركز صنع القرار في إثيوبيا. مع أبي أحمد تغيرت التوزيع القبلي، وبالتالي عدم المشاركة أو التوزيع العادل للسلطة يؤدي دائما إلى الاحتراب بالنموذج القبلي، وهنا للأسف صورة نمطية سلبية لعدم التغيير الاجتماعي الإيجابي في القارة الإفريقية بهذا الاتجاه. بمعنى في غياب أنت لديك تقريبا إذا حسبت أكثر من 60 سنة من استقلال هذه الدول لم تستطع أن تجد نموذجا للدولة المعاصرة التي تعمل على المواطنة. عندما تقول مواطنة أن تذيب كل حالات الاحتقان أو الاحتراب الإثني أو القبلي أو الطائفي لصالح ما نسميه بالدولة بمؤسسات. عندما تقول دولة المؤسسات ستعود إلى الكفاءات، سنعود إلى حق الشعب بسيادته على الدولة، لأن الانتخابات في النهاية هي التي تعطيك من الذي يمثل هذا الشعب في السلطة. في غياب هذه الآليات كلها للدولة المعاصرة فإننا لا نزال نعيش، وهذا للأسف أشارت ضيفتك الأستاذة هبة فيما يتعلق بالحالة السودانية. السودان كانت نموذج لدولة في فترات معينة رغم الانقلابات العسكرية المتكررة، لكن لديها من النخب من الوعي على أساس أن الدولة الوطنية القومية، لكن لاحظ انفصال جنوب السودان ثم الحديث في الشمال أن يكون هناك قبائل في دارفور وقبائل في, 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 في الشرق، وبالتالي وصلنا إلى أن النخب لم يعد لديها مشروع لنموذج الدولة. عندما نقول نموذج الدولة القوية والقادرة أهم شيء فيها أن تمتلك مشروع لبناء مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ولا يمكن أن تحتكم لعنصر القبلي بمفهومه السلبي، مع العلم أن الجانب القبلي في الجانب السوسيولوجي يمكن أن يساهم خصوصا في المراحل الانتقالية، في المراحل الانتقالية للانتقال من نظام إلى نظام معين، أن يساهم في ما نسميه بالعقد الاجتماعي. وهذا العقد الاجتماعي هي مجموعة من التوافقات من مبادئ عدم استعدام القوة، عدم الذهاب لتحمل السلاح من أي قبيلة ضد قبيلة أخرى. هذه العقد الاجتماعي هي ضرورية لما نسميه بتكوين الدولة القوية المعاصرة. للأسف العام القبلي هو مؤشر كذلك يتنافس به أو يتلاعب به القوى الخارجية. أخذ كعنصر تفتيت مثلا، طبعا نأخذ نموذج الكيان الصهيوني، اختراقه للقارة الإفريقية أنه دائما ما يلعب على الإثنيات والهويات ويدعم طرف على طرف آخر لما يحتاجه ربما في استراتيجيته في هذا الإطار. إذن أعتقد للأسف في غياب الوعي العقلاني للنخب الإفريقية تلاعبات خارجية، لكن كذلك لا ننسى أن الحقبة الاستعمارية لعبت. دائما ما أشير إلى النموذج السوداني، السودان كانوا في الحالة
الاحتلال البريطاني الاستعمار البريطاني عملوا على أن يكون المسيحيين في الجنوب وتطهيرهم من الشمال حتى تخلق في المستقبل دولة مسيحية خالصة، وهنا تلعب على الصراع أول المسيحي بالمفهوم الديني مسلم ثم تذهب تضييقه إلى قبيلة مع قبيلة داخل الكتلة المسيحية ذاتها وداخل الكتلة المسلمة ذاتها، وهنا يأتي التفكيك. وهنا نعود إلى النظرية التقليدية الكلاسيكية فرق تسد، بمعنى أن سيادة القوى الاستعمارية تكمن في عدم إيجاد دولة قوية وقادرة بهذا المفهوم، لكن هذا لا نبعد مسؤولية النخب الوطنية للأسف التي لا تفقه إدارة. لاحظنا العشر سنوات الأخيرة في الوطن العربي وحتى بعض الدول العربية وحتى الإفريقية، عندما تذهب إلى تفريغ حتى تناقضات بين ما تسميه بالمكون المدني والعسكري، الحالة السودانية ماذا أدت؟ وهو لا المدني يبقى ولا العسكري يبقى. هنا ماذا يأتي؟ التقسيمات، تبحث عن ماذا؟ عن المجالات الحيوية البحار، تبحث عن الموارد ذات البعد العالمي، وبالتالي للأسف البعد القبلي هو نموذج سلبي في غياب الدولة الوطنية القوية. هذا المكون القبلي الذي ربما نصوره الآن على أساس أنه هوية قاتلة بالنسبة للمجتمعات الإفريقية، هل تعتقد دكتور أسامة بأنه الآن في ظل كل ما يحدث في العالم من تجاذبات حول القارة الإفريقية من طرف الدول الكبرى، تحدث عن الصين وروسيا أو كذلك تحدث حتى تركيا في المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال وأوروبا، هل تعتقد بأنه على النخب الإفريقية الآن التي يبدو أنها تقود موجة جديدة على الأقل من ناحية الإيديولوجية أن تتعامل ببراغماتية وتغلب مصلحتها لمصلحة القارة الإفريقية؟ نعم أخي بدر الدين، فيما يتعلق به كان هناك كتاب جيد كتبه باث النباضي فيما يتعلق بلينطا امبورتي دولة المستوردة، ويتحدث على أنه كيفية بناء الدولة في إفريقيا، وأشار إلى أنه المستعمر الفرنسي هو كان لديه أو تلك الصخرة التي قامت أو الحجر الأساس الذي كان من خلاله أو تم بناء الدولة في إفريقيا. ولكن السؤال الذي طرحه فيما بعد لباث النباضي وهو يقول أنه أو لم تتمكن إفريقيا من بناء دولتها على أساس الموروث الاستعماري، كيف يمكن أن تكون شكل الدولة مستقبلا؟ وهذا السؤال الذي يطرح حاليا يعني منظور بالنسبة لي، وهذا أيضا ما أتفضل به الأستاذ سمير أمين يعني تحدث حول أنه كيفية إعداد النخب في 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 دول المركز وثم تقوم بتصديرها إلى دولها الرئيسية، وتبقى دائما هذه الدولة مرتبطة بالدول التي صنعتها، وهذا هو أيضا مشكل. كومبرادورية نعم، أو تسمى بالبرجوازية كومبرادورية، البرجوازية الكومبرادورية. هذا كنقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد هنا أن نشير إلى نظرية البوست كولونيالية، يعني دولة ما بعد الكولونيالية، لأنه هذا مرتبط بالشركات الحالية. سأقول لك شيء ربما هو ما يعمل عليه الغرب حاليا. الآن الهدف الكيان الصهيوني في اختراق المنطقة الإفريقية وهو يتعلق بالذهب، ولكن هذا الذهب الذي يخترق الآن يوجد في مناطق محددة وعبارة عن شركات لديها تحالفات مع هذه الشركات. هذه الشركات الآن تريد الاستثمار في مناطق محددة. هذه المناطق المحددة موجودة في منطقة محددة تابعة لقبيلة معينة، ولكن هذه القبيلة الآن التي يستثمر فيها البلد، وأعطيك شيء آخر وهو يتعلق بأنه هناك دولة في إفريقيا تعطي 60 كيلوغرام أو 100 كيلوغرام بالنسبة للحكومة المركزية، ما فوق 100 كيلوغرام الذي تقوم بإخراجه من الأرض هذه الدول يتم إعطاؤه إلى هذه الكيان الصهيوني أو حتى بالنسبة للشركات التي تستثمر. إذن الآن لما تكون هناك هذه القبيلة وحتى الاحتياط الوطني يعني موجود في الخارج، كل 100 كيلوغرام أنت تأخذ 100 كيلوغرام، فوق 100 كيلوغرام تأخذها أنت. فأعتقد أنه بالنسبة للتعامل بالنسبة لهذا المنظور، لما ترى أنه المواطن لما يرى هذا النهب هذه الثروات، أعتقد أنه سيؤدي إلى انهيار هذه الدولة. وبالتالي فالآن الخطورة في أين؟ وهو أنه تحدث بين القبيلة مع الحكومة المركزية التي تعمل الولاء القبيلة مع الشركات الكبرى فيما تعرف بالكومبرادورية. وبالتالي فأعتقد أنه خلق النمط هذا الاقتصادي، هذا النمط السياسي الجديد في إفريقيا، أعتقد أنه سيؤدي أكثر إلى إيجاد صعوبات في التعامل مع هذه القضايا، ولا تكون هناك هذه القضايا يعني بناء أعطي بالمنظور هذا التصور أو على الأقل هذا التصور الوردي الذي يبشر بأن يكون هناك بناء دولة إفريقية ستكون من السهل. أعتقد أنه على المدى القريب سيكون صعب جدا.
طيب، يعني وكأنه هذا النقاش يقول بنا إلى سؤال مهم دكتورة هبة. يعني إذا كانت الدول الإفريقية وأغلبها جربت النماذج المستوردة في بناء الدولة، وأغلبها اليوم تعيش تغييرات غير دستورية، طيب ما هو النموذج الأسلم بالنسبة لبناء الدولة الوطنية في هذه الدول الإفريقية بناء على المكونات القبلية وبناء على المكونات العرقية والخصوصيات الإفريقية؟ يعني فكرة تقييم النماذج التي تم استيرادها من الخارج وإدخالها إلى إفريقيا، يعني سواء الحديث عن النموذج الديمقراطي وآلية الانتخابات أو الحديث عن يعني وجود ملكيات في إفريقيا وممالك إفريقية قديمة ما زالت مستمرة في بعض بلدان إفريقيا، الحقيقة التقييم يعني هيشوبه بعض المآخذ، يعني لأن فكرة استيراد نموذج أوروبي والعمل على إحلاله في إفريقيا وزرعه في الشعوب الإفريقية يحتاج لعملية توطئة، يعني تهيئة المجتمع بصورة أو بأخرى لتقبل هذا النموذج، إنما ما يكونش الدولة بتعاني من حالة تشرذم وشدائد اقتصادية وإشكاليات كبرى في دعم العملية السياسية، وأفاجئ الشعب وأقول له طب انزل الانتخابات، عندك صناديق اقتراع وعندك مراكز للانتخابات ونعتمد هذه النتيجة ونقول أن الشعب الإفريقي في منطقة كذا تم الانتخاب. الحقيقة دي مأساة بتعاني منها إفريقيا، يعني كل المؤشرات بتشير إلى معظم النتائج التي تتعلق بالانتخابات في الديوان الإفريقية يشوبها عدم الشفافية، تشوبها أزمة استخدام العنف في الوصول لمراكز الاقتراع، يشوبها وجود عدد من المسلحين في الديوان الإفريقية. الحقيقة الأزمة في إفريقيا أن استيراد النموذج الأوروبي وهو الديمقراطية واستخدام آلية الانتخابات لم تنجح في أي دولة إفريقية، لأنه لم يتم تهيئة المجتمعات الإفريقية للعمل السياسي. الحقيقة يعني فكرة توعية الشعوب والعمل على غرس المفهوم الديمقراطي أدانا في النهاية إلى التقسيم اللي احنا بنسمع عنه الحقيقة الاثنين مكونات في المجتمع، ما اقدرش ان انا افصل ما بين المكون المدني والمكون العسكري بهذه الصوره الحاده اللي بتحدث مثلا في دوله زي السودان. اما اذا انتقلنا الى غرب افريقيا فالمأساة والازمه اكبر بكثير من الحديث عن النموذج الفرنسي مثلا، يعني انا عندي السنغال فيها جمعيه وطنيه مثال اللي موجوده في فرنسا، لكن ما هي الاجراءات اللي اتخذتها الجمعيه الوطنيه والمجمع الدستوري او المجلس الدستوري في السنغال مثلا للعمل على تاجيل الانتخابات ورغبه الرجل في الاستمرار مكيسان وانه يحتاج الى اعوام لغرس الديمقراطيه ومثلا وتحدث عن عمليه الانتخابات او اليه الانتخابات وانه لا يمكن ان تجرى الان في السنغال لوجود اشكاليه واتجاه من المعارضه لتاجيل الانتخابات. الحقيقه الرجل لم يعني يخاطب المجتمع، لم يخاطب ابناء بلده، لم يعبر عن رغبته الحقيقيه، وبالتالي الازمه في ان المجتمع في السنغال لا يثق في النموذج الفرنسي اللي موجود من الجمعيه الوطنيه والمجلس الدستوري. هذه هي الازمه الحقيقيه في افريقيا، ان مساله اتخاذ عامل القبليه زي ما حضرتك اشرت وان يكون هو الدافع والملهم وهو العامل المحفز على وجود يعني قطاع من المثقفين والمفكرين وان يكون لكل قبيله ممثل داخل برلمان داخل جمعيه وطنيه باي شكل يكون، لكن ده مش موجود في الدول الافريقيه. طيب دكتوره هبه، بعد كل هذه السنوات لما وصلت جماعه الى الحكم دكتورة هبة، بعد كل هذه السنوات وهذه التجارب المريرة إن صح التعبير في القارة الإفريقية، ألم يجهز تصور للدولة الإفريقية نموذج الإفريقي لبناء الدولة؟ لا ما فيش يا فندم، ما فيش هو عجز بالنسبة للنخب من الناحية الفكرية؟ فشلت بصورة ذريعة، يعني إفريقيا فشلت في تشكيل دولة وطنية بمكونات إفريقية، فشل ذريع. لا يوجد إلا دولة جنوب إفريقيا اللي مثلا قالت اتحاد العمال، اللي قالت وجود جماعات مصالح كبيرة داخل دولة جنوب إفريقيا، وبالتالي كانوا هم الممثلين في برلمان جنوب إفريقيا. أما مسألة القبلية في إفريقيا لسه كنت هكمل لحضرتك بس شرح هذه الأزمة وهذه المأساة الإنسانية، كلما وصلت جماعة وإثنية وجماعة
جذرية أو نقول عليها قبلية إلى الحكم في دولة من الدول الإفريقية استأثرت بكل الثروات في هذه الدولة، وده تقدر تقيس على التجري في أثيوبيا، وتقدر تقيس على هذا في السودان، وتقدر تقيس على هذا في كل الدول الإفريقية التي تحتكم طيب. إلى مفهوم القبلية طيب. كلما وصلت جماعة إلى السلطة قامت بإبعاد الآخرين والاستئثار بكل ما يوجد في الدولة من يعني من ثروات ومن مخرجات ومن كل شيء، حتى السلطة تستأثر بها تماما ولسنوات. وهذه هي الأزمة وهذه هي الآفة الإفريقية. نعم. يعني يقال في الدراسات يعني كلما جاءت نخبة حاكمة هي دي أفريقيا، يعني كلما جاءت نخبة حاكمة تلعن النخبة التي حكمت قبلها. بروفيسور صايج، إذا كان بعد كل هذه السنوات تعجز الدولة الإفريقية، ونتحدث هنا عن مؤسسة الاتحاد الإفريقي على بناء هذا النموذج للدولة الوطنية بالنسبة لخاصة الدول التي تعيش أزمات دستورية، هل الإشكال إذا كان الإشكال في النخب الإفريقية، هل الإشكال في التنشئة السياسية، بمعنى هذه النخب لا تتلائم متطلعات الشعوب ولا تطلعات القارة؟ أولا، أهم شيء في علم السياسة دائما ما نقول علم السياسة هو علم الدولة، والدولة ليس فقط فيها البعد السياسي، وإنما فيه عندما تحدث عن المشروع الدولة كدولة يجب أن يكون على الأقل هناك مشاريع نهضوية. عندما تقول مشاريع نهضوية أن تكون لديك استراتيجية لمستقبل الدولة التي تحلم بها، سواء كانت بالاتجاهات الإيديولوجية بغض النظر. أنا الآن أمامي نماذج من الدول، أنماط الدول في آسيا مثلا، خذ نموذج الصيني أو نموذج كوريا الجنوبية وغيرها. هنا هذه النماذج استطعت أن تأخذ من خصوصيتها المجتمعية، لكن لديها مشاريع للنهضة. عندما تقول مشاريع للنهضة التنموية ماذا يعطيك؟ يعطيك يمكن أن تدمج المجتمع، وهنا أعود إلى سؤالك، المقاربة التنموية، هنا الأستاذ يعرف في علم التحول الديمقراطي هناك نعم. جدل كبير بين المقاربات، أيهما يكون الأول لكي نبني دولة قوية، هل المقاربة التنموية أو التنشئة الاجتماعية والسياسية نعم. أو نبحث عن نخب بالمفهوم أن تكون لديها القدرة على وضع رؤية وتعبئة الجماهير حول مشاريع معينة للوصول إلى السلطة ثم نبني تلك الرؤية. إذن هذه الجدليات كلها طبقت كمشاريع، لكن للأسف عندما ترى من 2000 إلى غاية اليوم أنت لديك 22 انقلاب عسكري، وهنا سنعود إلى نفس الصورة النمطية التي عرفناها في الستينيات أنها قارة الانقلابات، أكبر القارة عندما تحسب بالنسبة المئوية تقريبا 80% من نسبة الانقلابات العسكرية تحدث في هذه القارة، بمعنى أن التغيير المجتمعي وغياب مشروع الدولة نموذج النهضوي التنموي هو الذي يؤدي إلى هذا. وهنا للأسف نعود إلى المخرجات، الأستاذ أشار إلى مصطلح، وحنا كنا نتحدث كثيرا في أنماط التنمية كنماذج خصوصا في إفريقيا نعم. هذا المركز المحيط، نظرية الأمريكا اللاتينية وجماعة سمير أمين وغيرهم، هم لديهم نظرة في الحقيقة لا تزال صائبة إلى غاية اليوم. أنت عندما تأتي إلى النخبة سواء كانت عسكرية أو سياسية، عندما تستحوذ على السلطة همها الأساسي أن تبقى منتجة للمورد الحيوي وتبقى في تبعية إلى المركز، وبالتالي لا تخلق نماذج تنموية محلية الذي يمكن أن تعطيك نوع من الإنعاش الداخلي. وهنا سنعود إلى المقاربة الأخرى، بمعنى أن المقاربة التنموية كلما كان التقدم، كلما كانت مؤشرات التعليم، كلما كانت القضاء على البطالة، ستخلق نوع من الوعي المجتمعي يؤدي في النهاية، هذا الوعي يبحث هو على مؤسساته ووحدتها. في غياب هذا كله، الاحتكار الثروة والسلطة ماذا يؤدي؟ التهميش والإحرمان سوف يؤدي إلى كل الأدبيات التي تفكك الدولة، لأنها لا تحس بانتمائها، ليست هناك انتماءات. وبالتالي الذي يحدث في إفريقيا هو أولا هو الإفلاس للمشاريع الغربية. النموذج الفرنسي كدولة التي وضعت هنا للأسف مجموعة الدول الإفريقية خصوصا في غرب إفريقيا، عندما ترى الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والسياسية بما فيها العملة الفرنك، فهي كلها في تبعية، وكأن هذا الشباب الذي أصبح لديه الوعي ويدرس في الجامعات يدرك لماذا النموذج الصيني أو الكوري أو الأسيوي في ماليزيا وغيرها وصل وأصبح متحديا للاقتصاد الغربي، بينما نمتلك كل القدرات، موارد بشائية، موارد طبيعية. والآن في التقرير كنا نلاحظ الألماس، بمعنى أنت الأستاذ أشار إلى الذهب، بمعنى جميع الموارد الحيوية التي تشكل قوة الدولة ويمكن أن تخلق فيها مشاريع. هنا سنعود النهاية، غياب المشاريع التنموية، لكن الآخر يبحث عن نخب موالية له بما تخدم أجندته في المنطقة، أن تبقى هناك القواعد العسكرية الخارجية، أن يبقى ينهب
وهنا أشرنا شركة أريفا نموذج شركات بمعنى تخلق نموذج للنخبة تحمي المصالح الفرنسية طول 60 سنة. أما التنمية مؤشرات خوض نيجر أو مالي أو بوركينا فاسو، هنا تراها بأن في ذيل الترتيب على كل المستويات، فقر مدقع أكثر من 60%، وربما الأدهى سنعود إلى ما بعد بما شعار التعليم وغيرها. ربما ستصادف بأن هذه الدول ما تمتلكهم ثروات بقيت في تبعية للآخر، لأن النخب للأسف في غياب مشاريع وطنية نهضوية استراتيجية لتكسب الولاءات والوحدة الوطنية بما يخدم الشعب وسيادته وليس النخب التي لديه للأسف دائما ما نقول لديه أمواله مهربة في جنيف وفي باريس، وهو لا يمتلك الوطنية في بلده، وبالتالي هذه أحد العيوب. وهنا مؤشرات الفساد، 80% من الفساد موجود في القارة الإفريقية. هذا مؤشر الذي يؤدي إلى تآكل كل مؤسسات الدولة إن بقيت حتى بالمفهوم القبلي. الفساد هو مؤشر، عندما تقرأ آليات الفساد للأسف إفريقيا 80% كلها تعيش كأنه نتحدث ليس فقط عن نموذج للدولة المستوردة، ولكن حتى نموذج للنخب الحاكمة أيضا المستوردة التي هي تتبع لهذه المركزيات الخارجية. دكتور أسامة، يعني حينما أيضا نتحدث عن آلية النفاذ التي يوكل لها مهمة التنمية وكل ما يتعلق بذلك في القارة الإفريقية، الجزائر تتحدث الآن أو تعتزم تدشين 5 مناطق للتجارة الحرة مع دول الجوار خلال سنة 2024، وتم الإعلان عن ذلك. ضمن أي مقاربة تتجه الجزائر في هذا الإطار التنموي الاقتصادي، ولماذا التركيز على هذه المقاربة التنموية؟ هذا يعتمد على، يعني قبل أتحدث على هذه المقاربة الجزائرية وهي مقاربة تنموية، لابد أن نشير إلى التقارير التي تتحدث حول حجم الفساد أو فيما يتحدث الأستاذ، وهي مقاربة ممتازة جدا، لأنه أو فيما عرفها أو فيما سماها أعتقد رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق سماها بوم كيرستيت، بمعنى الدول المتخندقة لما تتحالف النخب الحاكمة مع الفساد فتصبح دولة متخندقة وتنهار الدولة فيما بعد، وهو هذا هو الأساس. لهذا فأعتقد أنه التقارير التنمية البشرية في تقريرين أو 3 تقارير، تقرير التنمية البشرية، تقرير التنمية المستدامة، والبنك الدولي. التقرير التنمية البشرية هو عنده 3 أبعاد، البعد المتعلق بالفرص والاختيارات، والبعد الأفراد، بمعنى أن كيف تحسن من مستوى الأفراد، كيف تسمح بترك مساحات بالنسبة للأفراد، والنقطة الثالثة وتتعلق بالفرص وهو إتاحة الأكثر نسبة من الفرص، ويتعلق هنا بالحريات. هذا فيما يتعلق بالتنمية البشرية. التنمية المستدامة التي أتت يعني سنة 92 ثم تطورت أكثر في بلاس 20، يعني بعد مجموعة زائد 20 التي كان في 2014، وقالت أنه أضافت 17 بند، ويتعلق بأن كيف تستطيع أن تقوم بتلبي احتياجات الأفراد الحالية دون مساس بقدرة الأجيال القادمة. لكن التي نتحدث هنا حول هذه المؤشرات، وهو أتحدث عن المؤشرات السنة الماضية، تخيل أنه بالمقارنة فقط مع سنة 2014 وجدت أنه هناك كانت يعني بعض الدول مثل السيشل، مثل ليبيا، مثل أيضا دولة، هذه الدول كانت في مستوى مرتفع قبل انهيار ليبيا، كانت في مستوى مرتفع. حاليا تراجعت، لما تبحث على المستوى المؤشرات الاقتصادية تجدها أنها كلها تقريبا 4 دول 5 دول في المستوى المتوسط، باقي الدول كلها ضعيفة جدا. لهذا فأعتقد أنه كلما اتجهنا في السنوات، يعني كلما نزلنا في السنوات مشينا في السنوات، كلما أصبح حجم المؤشرات بدأ يتراجع. ولهذا في المقاربة الجزائرية بنتع من خلال هذه النقطة وتتعلق بالمقاربة التنموية، لم يعد هناك الأمن الصلب هو الذي تستطيع أن تحقق به الأمن الإقليمي بالنسبة للدول. فرنسا من خلال سيرفال وبراخان وإلى غير ذلك أدت هذه كلها العمليات، أدت إلى عدم نجاح هذه المقاربة، ولهذا فكانت يعني قبل سنة ونصف أعتقد أنه كان رئيس الجمهورية سيد رئيس الجمهورية تحدث في خطابه على ضرورة أن تكون هناك مقاربة تنموية. هذه مقاربة تنموية تبنى على أساس التنمية الاقتصادية، خلونا من المقاربة الأمنية. التنمية الاقتصادية تستطيع من خلاله تجفيف منابع على الأقل فيما يعرف بالجماعات الإرهابية، وتحقيق الاستقرار وما يعانيه المواطنون من خلال التعليمي والتثقيفي، ثم نتجه إلى أشياء أخرى.
وبالتالي فأعتقد أنه البناء على هذا النمط، البناء على النمط التنموي، خلق مناطق جوارية، من خلق المناطق الصناعية في بالنسبة للجوار، أعتقد أنها مقاربة يمكن البناء عليها فيما يعرف بالمقاربة الناعمة. ولهذا فأعتقد أنه حقيقة تعرضت إفريقيا إلى منطق أمني صلب، جعل أنه هذا التدخلات كانت كلها تدخلات أضرت كثيرا بالقارة. ولهذا فأعتقد أنه المقاربة الناعمة، ولكن هذه المقاربة الناعمة ليست فقط أن تكون مبنية على شروط أو في بالمشروطية، ولكن هذه المقاربة الناعمة يمكن أن تكون هناك مجموعة من الاشتراكات بين الدول التي تكون محل ثقل بالنسبة للقارة، تستطيع أن تساهم برؤيتها إلى ما تريد هذه القارة، يمكن البناء عليه ويمكن التعويل عليه. ولكن تصدير النموذج الألفي على شركة ألف الفرنسي الذي كان يربط فرنسا بمستعمراتها في إفريقيا، وتقول نحن الآن نريد البناء القارة الإفريقية، فأعتقد أن هذا النموذج فات عليه الزمن، ولكن لابد من تغيير هذه النظرة، وأعتقد أن هذه مقاربة تنموية التي تريدها الجزائر. طيب دكتورة هبة، هل تعتقدين بأن الدول القارة الإفريقية، وتحدثون هنا عن النخبة الحاكمة، على استعداد من أجل تغليب المقاربة الاقتصادية على حساب المقاربة الأمنية والسياسية؟ وهل يمكن الذهاب نحو هذا النموذج الاقتصادي والمقاربة الاقتصادية والمشاريع والمشاريع ربما تشاركية ومناطق التجارة الحرة بعيدا عن الخلافات السياسوية؟ يعني وفقا للقيمة الإفريقية بقى اللي احنا بقالنا سنين في دراستها، الحقيقة لا يمكن طبعا. اقتصاد إفريقيا يعني بمكوناته ومقوماته هو المفروض من أقوى اقتصادات العالم كمستخرجات، لكن عملية التصنيع وفقا لمفاهيم النخبة الحاكمة لم يتم أبدا توطين التكنولوجيا. ليس فقط أنها رغبة الدول الغربية في أنها لا تعطينا التكنولوجيا، يعني التكنولوجيا موجودة في ساحات العالم، موجودة في روسيا، موجودة في الصين، إذا ما أردنا استجلاب التكنولوجيا وتوطينها في إفريقيا أمر في منتهى السهولة. لكن وفقا لآليات النخبة الحاكمة ورئاستهم والانتماءاتهم، الحقيقة تغليب المعادلة الأمنية والمقاربة الأمنية على كافة الأشياء، على كل شيء، على المقاربة يبدو أنه دكتورة هبة سنحاول الاتصال بك، يبدو أنه انقطع الاتصال. بروفيسور سايج، هل يمكن البناء على المقاربة الاقتصادية في محاولة للتكامل الإفريقي، أم أنه تبقى الخلافات السياسوية والسياسية وأيضا المقاربة الأمنية هي التي تتغلب في الأخير؟ أمامنا الآن نموذج الأوروبي مثلا، إذا أخذت في الخمسينيات لم يكن يتصور أوروبا التي دخلت في حروب متتالية، الحرب العالمية الأولى والثانية، لم يكن يتصور أنه يمكن أن تخلق نموذج لهذا الاندماج الكلي. بدأنا بفكرة بسيطة، ونحن لدينا نظريات الاعتماد والتكامل والاندماج وغيرها، أهم شيء ما يسمى بالانتشار. هنا أشرت قبل قليل إلى نموذج الجزائر، بمعنى أن تبدأ بخمس دول، وهنا بينيليكس، نعود إلى دول بينيليكس، ثلاث دول حاولت ما يسمى بالاتحاد حول الفحم والفولاد وغيره، لكن توسعت الفكرة وانتشرت ما يسمى بالانتشار التكاملي أو الاندماجي. أعتقد أن الإرادة الجزائرية كانت واضحة جدا، بمعنى نحن نؤمن بالمشروع الاندماجي، وهنا تكيفنا مع المشاريع التي سطرتها الاستراتيجية الإفريقية في آفاق 2063، وبدأنا بمحاور استراتيجية. عندما تتحدث عن البنية التحتية فهي أحد القواعد الأساسية لخلق ما نسميه بالاندماج، ليس فقط المادي وإنما المجتمعي، أن تخلق نوع من الحركية بين هذه الدول سواء على مستوى التجارة أو على مستوى السياحة وغيرها. وبالتالي كلما كان تعميق التبادلات والاتصالات، كلما وصلت إلى نموذج تكاملي هو بذاته سوف يحارب التجزئة، لأنه سوف يجد مصالحه المشتركة في جميع هذه المنطقة. هنا نتحدث عن طريق السيار بخمس دول، إذا حسبتها من تونس وإلى غاية تقريبا نيجيريا وحتى تشاد وغيرها، يضاف إليها الألياف البصرية، أن تخلق منطقة لما يسمى بالاتصال الرقمي أو الصناعة الرقمية، هذا مهم جدا. إذن أعتقد بأن النموذج الجزائري اللي سماه الأستاذ أسامة هو محق بنموذج تنموي ناعم، بمعنى
في غياب دعني أقول المشاريع النهضوية على أساس أن التدخلات الخارجية تأتي بحجة حماية مصالح الدول، لكن في النهاية هي عمقت التجزئة أكثر. البرخان إذا حسبتها مع السرفال ماذا تركت؟ تصاعد الظاهرة الإرهابية. تدخل في ليبيا كان هو السبب المباشر الذي أدى في دومينو بمعنى تدمير دولة هنا، ثم تتفكك مجموعة من دول واللعب على الورقة الإثنية، أن تخلق الورقة الترقية وتحاول أن توظفها لتقسيم الدولة المركزية. إذن أعتقد بأن حالة الانتشار الاندماجي يبدأ ضيق لكن يمكن أن يتوسع، وهذا التوسع في تقديري أن الجزائر حسنت العملة أو التعامل معه، وهنا عندما تصل إلى سوق موحدة أو مناطق للتبادل التجاري مع 6 دول أو 5 دول سوف يعطيك آفاق مستقبلية أكثر، بمعنى أن النخب على كل المستويات هي التي سوف بديناميكية تخلق هذا السوق. أولا ليس فقط معزولا، أنت لديك رابط إذا حسبتها مع القارة أوروبا، إذا حسبتها مع آسيا المشروع الصيني، حتى بالمشاريع إيطاليا أو أمريكا أو غيرها. وبالتالي يمكن لهذا النموذج على طريقة البينيليكس يمكن أن يخلق لك ما تسميه بالانتشار الاندماجي المغري، وبالتالي الولاءات عوض أن تصبح للقبيلة يمكن أن تصبح لهذا التكامل الاندماجي الكلي الذي يخدم مصالح الكل في الحركية التي كما نصل إليها فيما بعد في أجندة 2063 أن تصل إلى مشروع الولايات الإفريقية المتحدة. طيب الولايات الإفريقية المتحدة دكتورة هبة، ألا تعتقدين بأنه دائما تحدث عن أوروبا والنموذج الأوروبي، يعني الاتحاد الأوروبي بدأ كتكتل اقتصادي، ولما لا يمكن للدول الإفريقية أن تبدأ بهذه الخطوة الاقتصادية من أجل تحقيق هذا التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فيما بعد، خاصة وأن كل الدول الكبرى الآن ونتحدث هنا عن ربما عالم متعدد الأقطاب توجهوا إلى القارة الإفريقية من أجل سواء مد المساعدات أو يد المساعدة فيما يتعلق بهذه المشاريع الكبرى في القارة الإفريقية، ما رأيك؟ والله نتمنى يعني، لكن أنا عندي أيضا مشكلة في إفريقيا وهي وجود التجمعات الاقتصادية الإقليمية. حقيقة وجود هذه التجمعات بكل دورها السياسي والعسكري اللي بتقوم به والاقتصادي أيضا اللي هو بالأساس، يعني أعتقد بشكل أو بآخر أنها أدت لي تراجع فكرة الوحدة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي أو التوحد الإفريقي حول وان يونت أو فكرة يعني التكامل الاقتصادي ووجود وحدة واحدة لإفريقيا وعملة واحدة والوصول إلى مفهوم أو خطوات التكامل الاقتصادي اللي مر لها الاتحاد الأوروبي. الحقيقة وجود التكتلات الاقتصادية القومي فريق وتستهدف مجموعة وسط ومجموعة شرق إفريقيا الحقيقة أعتقد أنها بتعوق العمل في هذا الإطار بشكل أو بآخر، لأن احنا شفنا هذه الأزمة في منطقة غرب إفريقيا مجرد ما تصاعدت الأعمال يعني السياسية والتنوع السياسي ومفهوم الاستيلاء على الحكم ووجود انقلابات عسكرية في عدد من الدول انسحبت من التكتل الاقتصادي اللي هو الإيكواس وبدأت تتعبر عن نفسها وتتحدث أنها ستكون مجموعة ساحل والصحراء، مجموعة خاصة بها من الدول الثلاث المنسحبة النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وبالتالي فكرة وجود وحدة إفريقية ماذا سيحدث إذا ما حدث خلاف ما بين الوحدة الكبيرة وبين عدد من الدول الأعضاء؟ هل سيتم الانسحاب وتكوين وحدة إفريقية أخرى؟ الحقيقة يعني لا أعتقد إن فكرة تكامل. طيب هل يمكن أن هل يمكن أن تكون دول كجنوب إفريقيا وكالجزائر وكمصر دول قائدة لقطار هذا التكامل الاقتصادي على الأقل، إذا كنا نفكر في مصلحة شعوب القارة، خاصة وأعيد وأذكر بأنه يعني الصين وروسيا الولايات المتحدة الأمريكية شهدنا العديد من القمم تتحدث عن مشاريع كبرى في هذه المنطقة واهتمامهم بالاستثمار؟ أكيد طبعا، يعني احنا شفنا ده، وكمان فكرة تبني مصر لمسألة يعني وجود منطقة تجارة حرة إفريقية حولت كثيرا وبدأت العمل فعلا عليها، لكن نتمنى طبعا أن يكون هناك إرادة سياسية كما تحدثت يعني حضرتك من قبل وأشرت إلى أن اتحاد الإرادات السياسية يعني مفهوم وجود إرادة حقيقية لدى القيادات السياسية الإفريقية والشعوب الإفريقية، أعتقد ده هيكون المحرك الأساسي لهذه الاقتصادات
وهيكون يعني فكرة التكامل الاقتصادي اللي بتدعمها دول كبيرة زي الجزائر، مصر، جنوب أفريقيا، يعني أعتقد في المستقبل بتصور بصورة كبيرة إن هيكون في أولا تأهيل للشعوب الإفريقية لهذه الأفكار الاقتصادية الكبيرة ومدى الفائدة العائدة على هذه الدول من استثماراتها الحقيقية في ثرواتها. وبالتالي أعتقد إن هذه المفاهيم إذا لا تغيرت لصالح المواطن الإفريقي سيكون هناك نتيجة كبيرة إن شاء الله ومؤشر على يعني تصاعد عمل الاقتصادي في إفريقيا. نعم. إن شاء الله. دكتور أسامة، يعني شعار هذه القمة للاتحاد الإفريقي هذه السنة تتعلق بالتعليم والتكوين، وبالتالي نتحدث عن عنصر مهم جدا فيما يتعلق بالمقاربة التنموية خصوصا الجزائرية. يعني لكن بالمقابل البعض يقولون يعني أي تعليم في القارة الإفريقية، وهناك حالات خطف تقريبا أسبوعيا للطالبات والطلاب في المدارس من طرف جماعات مسلحة وإرهابيين. ما جدوى الحديث عن هذه النقطة الآن في إفريقيا؟ جيد، سؤال جيد. ما تفضل به البروفيسور حماد تحدث عن البينيلوكس، وهو كان رصيده هو العمل على مستوى سياسة الدنيا، لأنه لما تعمل على مستوى سياسة الدنيا ستأتي الثمار استراتيجيا فيما بعد، يعني بعد سنوات. ولهذا فأعتقد أنه التوظيف المقاربة خاصة فيما يتعلق مثال كتبادل طلابي أو التعليم، هذه المقاربة في غاية الأهمية. الدول الولايات المتحدة كل سنة تفتح كم جامعاتها، تفتح كم أبواب. الصين، تركيا كل سنة تفتح الآلاف من 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 أبوابها من الجامعات، لكنها نخب لا تعود أغلبها، ولكن لأوطانها الأصل. لا، سأقول لك شيء مهم هو في غاية الأهمية. نعم. من يتحدث على ضعف الجامعات الإفريقية فلا بد أن يعيد النظر في ذلك، لأنه ترتيب 9 جامعات في جنوب إفريقيا هي كلها ضمن 100 أفضل جامعة في العالم. مصر مثلا جامعة القاهرة هي من أفضل الجامعات، الجامعة الأمريكية في القاهرة أيضا من أفضل الجامعات، الجامعة الجزائر في معتقد باب الزوار وجامعة قسطنطين من أفضل الجامعات، وما زالت حتى الآن تستطيع أن تخرج النخب. وحتى الآن هذه النخب الآن التي تتواجد في الولايات المتحدة وفي النظف غير من أين خرجت من هنا وما زالت تخرج الجامعات الجزائرية. ولهذا فأعتقد أنه القضية لا تتعلق بأنك جامع هؤلاء الطلبة يذهبون الخارج، ولكن مدى ارتباط وبقاء ارتباطك أنت بهؤلاء الطلبة. لأنه أنا فيما أعتقد وفيما أعرفه هو أن الجامعات الغربية لا تقطع تواصلها تماما مع النخب التي أطرتها، ولكن دائما ما تستدعيها بعد سنوات. ولهذا فأعتقد أنه ما ينبغي العمل عليه يعني الاستثمار في هذا الاستثمار. نحن في الجزائر تذكر السيد وزير الخارجية أنه 45,000 طالب جزائري أو 45,000 طالب درس في الجزائر، فهذا يعتبر خزان بالنسبة من الدول الإفريقية. فيما أعرفه أن مصر أيضا تفتح كل سنة، أو حتى فقط جامعة الأزهر يفتح في كل سنة الألوف من الطلبة الذين يأتون من إفريقيا. وبالتالي فأعتقد أن التوظيف من هذه الكفاءات يمكن العمل فيما بعد. ولكن النقطة التي ينبغي الحديث عنها وهو المشاريع القارة تجد تنافس كبير من قبل الخارج، وهو أعتقد أن في غاية الأهمية. الجزائر الآن لما تقوم بفتح هذا الطريق وفتح هذا المشروع التنموي، لا أعتقد أنه بالنسبة للدول الغربية أنها ستترك الجزائر تعمل بأريحية مع جيرانها. ولهذا فنتحدث حول المشاريع الجديدة التي تبنى داخل القارة الإفريقية. وتخيل أنه نشوف الآن لو نفك الخريطة الجيوسياسية بالنسبة لإفريقيا، تجد أنه منطقة الساحل، منطقة غرب إفريقيا، منطقة شرق إفريقيا، منطقة بحيرات مثل تفضل الأستاذ، منطقة بحيرة كبرى وجنوب إفريقيا، كلها هذه المناطق تريد أن تكون ضمن المشاريع الكبرى بالنسبة للقوى الكبرى أو بالنسبة للكيان الصهيوني. بداية اهتمام بنسبة إفريقيا والدخول في إفريقيا، زار رئيس وزراء الكيان الصهيوني 2015 زار شرق إفريقيا، ثم 2016 زار غرب إفريقيا، ثم 2017 زار أو 2018 زار منطقة تشاد. إذن هنا نتحدث على أنه فيه أجندة سياسية بالنسبة لهذه الدول في اختراق المنطقة الإفريقية، وهو ما يجعل أنه المشاريع التي تكون نهضوية، لا رينيسانس تحدث على المشاريع النهضوية وهو الأساس، هذه المشاريع النهضوية في إفريقيا بنخبها بتعليم نخبها تجد مشاريع منافسة قوية جدا من سواء من القوى العظمى أو حتى من للأسف من بعض القوى الإقليمية التي تجد في مناطق أخرى تريد اختراق القارة. هل يمكن للمقاربة التكوينية والتعليم
تنشئة ربما جيل جديد من النخب الإفريقية بتعليم جيد يمكن له أن يقضي على الظاهرة الأمنية من إرهاب ويمكن أن يقضي على ظواهر أخرى كتطرف غيرها؟ طبعا وتأخذ التنمية هو للأمانة الأفارقة وضعوا استراتيجية استراتيجية أجندة 2063 من بين سبعة أهداف البعد الأول أو الهدف الأول هو قارة مزدهرة. في القارة المزدهرة بعد تحسين المعيشة أهم شيء هو أن يكون التعليم للجميع بكل مستويات. وعندما تقول تعليم للجميع هل تدرك في سنة 2024 تقريبا 5 تلاميذ الابتدائي في القارة الإفريقية لا يذهبون إلى المدارس لأسباب عدة: الفقر، النزاعات، النزوح، وخصوصا في بعض الأحيان لا تجد حتى المنشآت الحيوية للتعليم. الجانب الآخر، إذا ذهبت إلى الثانوي أنت لديك تقريبا 50% غائبين عن المدرسة الثانوية، ولا بيراميد في التعليم العالي 7%. الذي يهم الآن القارة الإفريقية وأنت تدرك بأن المورد البشري مهم جدا، في آفاق السنوات القادمة سيكون 40% من الشباب موجودين في القارة الإفريقية. التحدي الأكبر ماذا تعمل بهذه الفئة؟ وهنا أهم شيء، لماذا التعليم أستاذ بدر الدين كشعار للقمة القادمة؟ هنا تبنت أجندة 2063 المادة الرابعة من مشروع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. في المادة الرابعة تقول أن التعليم هو المحرك الذي يقضي على الفقر، هو المحرك الذي يجد الانسجام الاجتماعي، والمحرك الذي يجد الوعي ببناء الدولة ليس فقط الوطنية، وإنما أن نصل إلى حلم الولايات المتحدة الإفريقية. لأن في النهاية لديك موارد، نتحدث عن الجانب دائما الجغرافي المادي الصلب، نتحدث عن الذهب، عن البترول، ونحفظ كم نمتلك من خزان واحتياطي استراتيجي، لكن لا نتكلم عن رأس المال البشري. المورد البشري هو المحرك. اليابان لا تمتلك موارد، لا تمتلك جغرافيا، لديها من الزلازل في بعض الأحيان تفوق 7 على سلم ريشتر، لكن العبقرية اليابانية استطاعت أن تتكيف مع الجغرافيا وتتكيف مع غياب الموارد. وبالتالي هنا أهم شيء في التعليم أن نصل إلى تطبيق ما يسمى بالاستراتيجية القارية للتعليم، ما يسمى ساز فان ساك، بمعنى وضعت 2016-2025، وبالتالي سنقيم ماذا حققنا، ماذا أنجزنا مما هو موجود. وهناك استراتيجية مكملة للتعليم ما يسمى بالابتكار والاختراعات، وهنا سنعود إلى السنة الثانية في الجزائر. ديسمبر الماضي احتضلنا مؤتمر التكنولوجيا الابتكار للمؤسسات الناشئة في البعد الإفريقي. صحيح. بمعنى أنت الآن ليس فقط أن تجد المدارس والتعليم، وإنما كيف تخلق هذا المورد البشري، رأس المال الحقيقي الذي يبني لك الاستقرار ويبني لك التنمية، لكن أن يتكيف مع المشاريع التنموية التي المتحدية في القرن 21، من ضمنها التكنولوجيات. وهنا حددت، حتى أكون للأمانة، أنا لا أخترع جديد، لدي استراتيجية أمامي للاتحاد الإفريقي 16-25، ومن ضمنها أن يتم التركيز ونصل في 2063 70% على الأقل من الشباب يكونوا خريجي الجامعات. والتعليم مدى الحياة، عندما تقول تعليم مدى الحياة لا أخذ الدكتورة وأستريح، إنما يكون التدريب والتكيف مع الثورات العلمية المتطورة لا متناهية. لم يعد الفيلسوف الذي يحتكر العلم، وإنما أن يتكيف مع جزئيات التكنولوجيا، الثورات الرقمية. لكن هناك تخصص مهم لإعطاء العامل التكنولوجي، لكن في الأهداف الاستراتيجية القارية كيف نخلق نخب متحكمة فيما اسمه بالدراسات السلام والتنمية المستدامة. عندما تقول السلام حتى نقضي على جميع النزاعات بكل أبعادها، سواء كانت بيئية أو الفقر أو البطالة أو أو أو, أو. وهنا تحدثت عن بوكو حرام. بوكو حرام يذهب إلى المدارس يأخذ البنات المتعلمات، وهنا سنعود إلى التمييز، كم عدد البنات الموجودات للأسف الوضعية مستقصد يعني. طبعا وهنا أعود، عندما تقول حالة الأزمات سواء في السودان أو منطقة الساحل، كلما يكون حروب وحالة النزاعات أعرف بأن مدارس تغلق. وهنا المؤشرات سلبية للأسف، عندما ترى بأن غياب المنشآت أصلا، لكن أعود للمشروع الجزائري مثلا في $1 مليار، أهم شيء أن نساهم في بناء التكوين، أن نساهم في المدارس، بمعنى أن تجد استقرار. والتعليم هو أساس أي محرك، سواء تنموي، القضاء على الفقر أو الاستقرار السياسي، لأن عندما تأتي بواحد لديه وعي ومتعلم بكل آخر سوف تخلق فرص العمل. أنت لديك الآن تحديات للفرص العمل، وبالتالي الجامعة لم تعد تعطيك الأدوات التقليدية، وإنما كيف تخلق
دعني أقول متعلم يخلق فرص الثروة، لأن إفريقيا لديها من الثروات. أنت أشرت الأستاذ أسامة قبل قليل، لماذا تأتي الصين بمشاريعها؟ لماذا تأتي الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام كنا مع إيطاليا أن تضع ما يسمى بمشروع أوريكوماتي، بمعنى أن تضع 5 ملايير دولار. لماذا؟ استقبل استقرار أوروبا موجود في هذه القارة، ليس فقط بمواردها وإنما بموردها ما نسميه برأس المال البشري الذي يشكل تحدي. وعندما يصبح الإنسان محور التغيير النهضوي سوف تصل إلى النتيجة، ليس بالمفهوم سنة أو سنتين، وإنما أن نؤمن بهذا المشروع 2063 أن يصبح فيه، لأن في النهاية هو المواطنين والشباب هم الذين سوف يقودون هذا المشروع النهضوي. طيب دكتورة هبة، ربما في باختصار، دائما تحدث عن هذا الشعار الذي يتعلق بالتعليم والتكوين في القارة ورفع هذا الرهان بالنسبة للقارة الإفريقية، يعني نماذج أو الاعتماد على نماذج تعليمية غربية، خصوصا تحدث عن دول العمق الإفريقي، يعني الأرقام تتحدث عن أنه نسبة مثلا الأمية في بوركينا فاسو 77%، نسبة الأمية في غامبيا مثلا 65%، أما في النيجر فتصل إلى 85%. ما التي قدمته هذه النماذج التعليمية الغربية بالنسبة لقارتنا الإفريقية ودول القارة الإفريقية بشكل عام؟ وهل يمكن للدول المتقدمة في هذا المجال، كنا نتحدث عن النموذج المصري وجنوب إفريقيا والجزائر والعديد وتونس وغيرها من الدول، كيف يمكن أن تنقل خبراتها بالنسبة لدول العمق الإفريقي؟ يعني مأزاف إفريقيا والوضع الحالي اللي هو الابتعاد فعلا عن التعليم والتسريب من التعليم، كما أشار أستاذنا في حديثه، أن طالما هناك صراعات تتسرب يعني العملية التعليمية، ويكون هناك تسريب للطلاب، ويتم قمص الفتيات وأخذهم وتعليمهم أشياء تختلف طبعا عن اللي كانوا يتلقوه في التعليم في أسال كل المدارس. فخلينا نقول إيه اللي استفادته الدول الإفريقية من نماذج التعليم اللي كانت موجودة. يعني هي لم تخرج لنا غير نخب موالية للدول الاستعمارية الكبرى اللي كانت في الدول الإفريقية، وهي اللي تسببت في طرح النموذج التعليم الإفريقي كأسوأ نموذج على مستوى العالم، وارتفاع نسبة الأمية في عدد من الدول كما أشرت حضرتك. كيف بقى يتم نقل التجربة المصرية أو الجزائرية أو اللي موجودة في بعض الدول؟ خليني طب أشير لشيء مهم جدا، أن هذه الدول هي دول قضية، يعني وهذه هي الأزمة الحقيقية، هي عدم تقبل الإفريقي في دول جنوب الصحراء لأي ما يأتي من الدول العربية في حال شكل مساعدات، شكل نقل النموذج التعليمي إليها. يعني دائما هناك فارق موجود بين مسألة التعريب والأفرقة أو الإفريقانية، يعني هذه مشكلة اجتماعية بالأساس. أعتقد أن لابد من اختيار طبعا لابد من اختيار نموذج افريقي يعني يتسم بانه نموذج افريقي في دوله افريقيه سوداء كما الحال في جنوب افريقيا او زيمبابوي، ونقل العمليه او الشاكله التعليميه او كينيا. الحقيقه كينيا عندها نموذج تعليمي يعتد به وجيد، وبالتالي اعتقد ان هيكون الانتقال عن طريق اليه في الاتحاد الافريقي، ودعم مفهوم التعليم ودعم حق التعليم وجعله كالماء والهواء. الحقيقه كان من ميثاق منظمه الوحده الافريقيه حينما انشئت القضاء على الفقر والاميه، يعني كان من ضمن هذا الميثاق ان احنا نقضي على عمليه عدم التعليم وعدم وجود القراءه ووجود سن الزامي للتعليم في المدارس الالزاميه يعني صغار السن. وبالتالي اعتقد ان عوده هذا الشرط مره اخرى في الدول الافريقيه وجعله احد بنود الدساتير في الدول الافريقيه القضاء على الاميه والزام الابوين باجبارهم على ذهاب اطفالهم للمدارس اصبح امر في منتهى الاهميه وفي منتهى يعني خلاص هذا امر منتهي. لابد للانسان في الاجيال الجديده ان يتعلم القراءه والكتابه. حضرتك بتقول لي مؤشرات للدول الافريقيه ان هناك تراجع في العمليه التعليميه، يعني هذه مأساة الحقيقه. مؤسسه تحتاج لعقليات تدير العمليه التعليميه بصوره مؤمنه بها، الايمان بالمبدا والعمل عليه، اعتقد ان هو ده بدايه الطريق الصعب اللي ممكن تمشيه القاره الافريقيه.
انقلابات عسكريه، يبقى ماذا افاد التعليم في هذه الدول؟ يعني محتاجين لعمليه توطئه وتهيئه في الدول الافريقيه لتقبل مفهوم الديمقراطيه، يعني ممكن جدا مفهوم التعدديه وتقبل مفهوم وجود احزاب. يعني من الممكن جدا أن تنهض إفريقيا بنموذجها الإفريقي التعليمي بعيدا عن النماذج المستوردة، وإن كانت تستفيد منها بطبيعة الحال حتى لا نكون إقصائيين. طبعا طبعا ممكن جدا، جميل جدا طبعا. لكن طيب، يحتاج الأمر للفصل بين الشعوب الإفريقية وما تتلقاه الشعوب الإفريقية وما تحتاجه الشعوب الإفريقية من عناصر الهوية والتكوين القبلي والجذري واللغوي والشعوب العربية. حقيقة عدم بحاجة ده والفاصل الذي بناه للاستعمار سواء الفرنسي أو الإنجليزي يحتاج إلى إعادة تغيير المفاهيم وتقبل كل منهم للآخر. يبدو أننا أيضا نحتاج والعكس، تقبل العرب للمفاهيم. نعم دكتورة هبة، يبدو أننا أيضا نحتاج إلى عمل كبير من مراكز الدراسات الإفريقية والعربية في هذا الإطار. ربما سؤالين وباختصار في الأخير. النقطة الأولى تتعلق دكتور أسامة بعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي، ما الذي ينتظر منها لإعلاء صوت إفريقيا ونحن نتحدث عن كل هذه المستوجبات بالنسبة للوضع الإفريقي؟ نعم فعلا إفريقيا حاليا تعيش ظرف صعب جدا في ظل هذه التحولات الدولية أو فيما يعرف بفخ توسيليدس في هذا الانتقال الجيوسياسي. لهذا فالجزائر يعني مباشرة بدخولها إلى مجلس الأمن قالت بأنها ستكون ممثلا أو ممثل للدول الإفريقية والشعوب الإفريقية وممثلة للدول العربية. وجدنا أنه الآن تكثيف نشاطها فيما يتعلق للمرافعة للأفارقة هذا يعني تاريخيا كان معروف بالنسبة للجزائر وليس فقط من هذه المنطقة، ولكن من حسن الصدف بالنسبة لإفريقيا أنه أتت الفرصة بالنسبة للجزائر لدخول مجلس الأمن في هذا التوقيت. في هذا التوقيت، لأنه أقول أنه الجميع المفكرين الاستراتيجيين يقول بأنه هذه السنوات يعني السنتين أو ثلاث سنوات القادمة ستكون صعبة جدا وفارقة، ولهذا فأعتقد أنه حجم الثقل على الجزائر سيكون كبير جدا. وكلما كان هناك حجم ثقل نظرا لأنه الجزائريين معروفين بأنه السياسة الخارجية لديهم كانت معتدلة أولا، والثانية أنها دائما كانت ترافع من أجل المصلحة الإفريقية. وأعتقد أنه حتى بالنسبة لي في نقطة في غاية أهمية، وهو الجزائر مع جنوب إفريقيا ونشاطهم في إخراج وعدم السماح الكيان الصهيوني للدخول الى الاتحاد الافريقي مؤخرا قبل ايام فقط ايام قليله. ولهذا فاعتقد انه فيه اراده حقيقيه بالنسبه للجزائر وكما يعرف الافارقه في تفعيل او فيما يعرف بظاهر افريكانا. يعني صحيح تحدثت عن الوفد الصهيوني الذي منع من دخول اجتماعات الاتحاد الافريقي ومبنى الاتحاد الافريقي، ويبدو انه كان يريد ربما حجته ان تكون له جلسات استشارية ما بعد القادة الأفارقة. هنا يدفعنا الحديث عن القضية الفلسطينية والموقف موقف الاتحاد الإفريقي. كيف ربما تتابع الموقف الإفريقي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خصوصا ما يحدث في غزة وهي التي كابدت الاستعمار لسنوات؟ أعتقد أن الجزائر كانت لديها الدبلوماسية استباقية. نعم. عندما رفضنا في 2021 عندما منح من قبل مفوض الاتحاد الإفريقي للعضو للكيان الصهيوني، الجزائر رافعت بطريقة مكوكية وبالتشاور مع جميع الدول شمال إفريقيا بما فيها مصر باستثناء دولة مطبعة على الغرب الجزائري، وبالتالي كان هذا التوافق واستطعنا أن نجمد هذه العضوية. في السنة الماضية تم طرده في القمة في إثيوبيا اختلاسا عندما طردوا بقوات أمنية وأخرجوا من قاعة المؤتمر. في هذه السنة كانت محاولة للأسف من بعض الدول الإفريقية أن تلعب ما يسمى بمديرة وزارة الخارجية، المديرة العامة ونائبة مديرة مكلفة بوزارة الخارجية، لكن هذا اللعب أن يكون هناك نظر إلى إفريقيا من قبل كيان صهيوني ككتلة صوتية، وللأسف نقولها أنت لديك 44 دولة وقعت التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني داخل القارة الإفريقية، لماذا
لأنها وجدت العرب كانوا هم المهرولين للطبع، كيف وهنا نظرية ملكية أكثر من الملك ذاته، وهذا الذي استغلته الكيان الصهيوني. الجانب الثاني أن الاتحاد الإفريقي منذ الساعات الأولى للأمانة كان رافضا للكيان الصهيوني ورافضا كذلك دائما لوقف العدوان، وهنا ربما دائرة الاتساع يمكن أن يستفيد منها القضية الفلسطينية، خصوصا أن رئيس الدولة الفلسطينية سيكون حاضرا وهو عضو مراقب، وبالتالي يمكن الفضاء الفلسطيني يجد دعما، لأن أنت لديك 55 دولة تنظر إليك كتلة تصويتية داخل الجامعة العربية. التغييرات الجوهرية التي حدثت منذ 1975 عندما صوتت تقريبا معظم الكتلة الإفريقية على أساس الكيان الصهيوني لون من الألوان العنصرية، فيما بعد الكيان الصهيوني أدرك بأن الحجم الإفريقي يبدأ من أين الاختراق؟ يبدأ من اللعب على الإثنيات والطوائف، اللعب على الموارد، وما سميته في الثمانينات بدبلوماسية الإيزي، أن تدخل الاختراقات الأمنية. ووصلت بعض القادة الأفريقية نظامهم الأمني بحماية من الموساد ذاته، وهنا للأسف التفكيكات بعض الدول التي الآن مفككة كدول حيوية تجد خلفها دائما هذا الكيان الصهيوني يلعب على القابليات ويلعب على الاختراق. وهنا نقولها صراحة، الجزائر لا تزال رافعة هذا الصوت ورافعة هذا الشعار إفريقيا الإفريقيين مع مبدأ آخر وثرواتهم كذلك لسيادتهم. نعم، ونحن على مقربة أيضا من ذكرى تأميم أيضا المحروقات بالنسبة للجزائر، وفي ذلك رمزية كبيرة. مباشرة إلى فقرات البرنامج، والبداية مع فقرة صناع الحدث. إذن أولى تصريحات معنا في فقرة صناع الحدث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال إن زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة تمثل صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي قال بأن الحكومة طلبت من التحالف الدولي لمحاربة داعش إنهاء مهمته في العراق في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية. وفي آخر تصريح معنا لهذا الأسبوع لعبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله الحوثيين، الذي قال لقد فشل الأمريكي والبريطاني في تأمين مرور أي سفينة متجهة إلى الاحتلال، ولم يعد بإمكانهم حماية حتى السفن الأمريكية والبريطانية، وهذا انتصار حقيقي وكبير لنا. إذن أبدأ معك دكتورة هبة، أي هذه التصريحات تريدين التعليق عليها؟ هي كلها تصريحات مهمة، يعني سواء السودان أو اليمن أو القاهرة، لكن خليني على تصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيارة أردوغان. نعم. يعني بتصور أن الأمور بتأخذ منحى جديد في العلاقات المصرية التركية، خصوصا عقب يعني الأزمة في قطاع غزة والحرب اللي أعلنتها إسرائيل على إخوتنا وأهالينا في قطاع غزة. يعني هناك عمل إقليمي، هناك تكافؤ أو تعاون إقليمي بدأ يظهر في الأفق، محاولة من تركيا يعني تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وأن تقوم بدور الوسيط، ووجود أردوغان في القاهرة أعتقد أنه مؤشر على قوة القاهرة وعلى مدى يعني عمل النظام في الدولة المصرية على حل الأزمة في قطاع غزة. ايضا بتصور ان انتهاء القطيعه اللي كانت بين النظام المصري والنظام التركي هي بدات منذ 3 سنوات في محاوله لتهيئه الاوضاع لوجود اردوغان في القاهره ووجود السيد الرئيس في تركيا. اعتقد ان ده هيكون نوع من انواع التعاون الجديد، وهنشوف ان شاء الله يسر عن ايه، لكن انا بتصور ان وجود اردوغان في القاهرة تقريبا وبالكامل هو لحل الأزمة الفلسطينية ولتهدئة الأوضاع في فلسطين ووقف الكيان الصهيوني وإيقاف الكيان الصهيوني عن قصف قطاع غزة. مهم جدا أيضا هذه زيارة وعودة دفاع للعلاقات المصرية التركية بالنسبة حتى للقارة الإفريقية. دكتور أسامة، أي هذه التصريحات تختار؟ في الحقيقة يصعب الاختيار بين هذه التصريحات الثلاث، لأنها كلها مرتبطة بأمننا مباشرة. صحيح.
فالتصريح عبد الفتاح السيسي رئيس المصري وأهميته زيارة هذه الزيارة تدخل في إطار تأثيرها مباشر على ليبيا، ممكن أن تكون هناك يعني ربما تكون هناك توافقات فيما يتعلق في ليبيا فيما في تركيا، فهذا لديه على الأمن المباشر. أيضا فيما يتعلق بالشخصية الثانية رئيس الوزراء العراقي، أعتقد أنه هذا التصريح يمكن أنه هناك دور آخر بالنسبة لتنظيم داعش أو فيما يعرف بخلق المناطق العازلة، وخلق المناطق العازلة بالنسبة للمشاهد الذي لا يعرفها وهي أن تكون هناك الصراعات الدولية تكون بخلق مناطق صراعات يتم حلها في مناطق أخرى، ولهذا فأعتقد أن منطقة الساحل ومنطقة غرب إفريقيا وما تشهده من تهديدات يمكن انتقال هذا التنظيم ليقوم بأجندة جديدة معروف بالقيادة من الخلف لصالح القوى الكبرى. فيما يتعلق أيضا ب اختار تصريح واحد فقط، نعم الشخصية الثانية، نعم نعم تفضل بروفيسور. حتى لا تكون اليمن بعيدة عن التحليل، على الأقل نعطوها نصيبها. أول شيء أن تداعيات ما سمى بغزوة أو طوفان الأقصى أدت إلى تحريك ما سميته بالمساندة المجتمعية. عندما فككنا الصراع العربي الإسرائيلي بين دول والكيان الصهيوني أصبحت قوى مجتمعية تحت الدولة أو دون الدولة هي التي تقوم بهذه الوظيفة. لكن الخطر الأكبر، أنا أتحدث عن منفذ مهم بالنسبة إلى قناة السويس والبحر الأحمر بين آسيا وأوروبا، لكن البعض للأسف بعض ما تسمى بقوى الشر تعمل على خلق محور موازي وهو أن يمتد من الهند عبر الإمارات والأردن لكي يذهب إلى كايوسون، وهذا الممر تم إعلانه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في قمة 20 في نيودلهي في السابق. وبالتالي أعتقد أن هناك بعض الأطراف للأسف عربية وإقليمية تعمل على تعميق الأزمة لكي يكون البديل الممر البحري الآخر هو جاهز، وهنا خسارة ستكون لمجموع الدول الإفريقية المطلة تقريبا 7 دول إذا حسبتها من كينيا السودان إلى غاية القاهرة التي تشكل عائدات قناة السويس احتياطات مهمة كمورد مالي. وبالتالي يجب أن ننظر ما يجري في سد النهضة وما يجري في البحر الأحمر هو محاولة لتقويض ما تسمى بالدول الأساس في المنطقة كلاعبين إفريقيين بالأساس. طيب إلى الفقرة الثانية والعالم هذا الأسبوع. البداية من مجلس الأمن الدولي، حيث وزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وفي السنغال أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية الخميس إبطالها قرارا بتأجيل الانتخابات الرئاسية من الخامس والعشرين فيفري إلى 15 ديسمبر المقبل، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد. وفي آخر خبر يأتينا من دول الساحل، حيث قالت وزارة خارجية مالي الخميس بأنها ستمضي قدما بحزم في عملية تنفيذ تحالف دول الساحل وبالتالي إنشاء اتحاد بين الدول الثلاث بوركينا فاسو مالي والنيجر. دعني أبدأ معك هذه المرة دكتور أسامة. أكيد هو الحدث الأول، الجزائر قدمت تقريبا حتى الآن ثلاث مشاريع، ولهذا وكانت هذه المشاريع يعني قبل أيام فقط قصيرة كان هناك اتصالين في أسبوع واحد من قبل وزير خارجية بلينكن إلى وزير خارجية الجزائري، ولهذا فأعتقد أنه الدور الجزائر الآن الفعال، الجزائر الفعال أدى إلى انزعاج كثير من القوى الكبرى، ولهذا فالتواصل دائما مستمر بين الجزائر مع شركاء في اعتبار في استراتيجية التي تقوم بها الجزائر على أنها تحدد الخطوط الكبرى بينما التفاصيل الصغيرة تتعلها أنها دائما في المشاورة، ولهذا فأعتقد أن هذا الدور الذي تلعبه الجزائر هو ما أزعج الأمريكيين وجعلهم يتصلون مرتين في أسبوع واحد مع الخارجية الجزائرية. طيب دكتورة هبة إليك الاختيار. يعني حضرتك عايز اتكلم عن يعني في مسار القاره الافريقيه، بس انا ما سمعتش السؤال، كان في حاجه في التليفون انا ما سمعتش السؤال، استاذ حضرتك تعيده معلش. يعني ما يحدث في دول الساحل، نتحدث ربما عن بيان وزارة خارجية مالي الذي يقضي أو يتحدث عن تشكيل تحالف ثلاثي ما بين النيجر بوركينا فاسو ومالي. يعني أعتقد أن ده محاولة من الدول الثلاث للخروج من أزمة تقدمهم يعني الانسحاب أو التعامل مع الإقصاء بشكل غير لائق،
وفكرة الانضمام حول بعضهم البعض ودعم بعضهم البعض أمام فكرة تدخل الإيكوس العسكري. أعتقد أن كان هناك تهديد من قوات الإيكوموش بالدخول إلى النيجر، لكن بعد هذا الإعلان لا أظن أبدا أنه يعني في المستقبل سيكون هناك نجاح لهذه الفكرة، وهي الانسحاب من تجمع موجود بالفعل إلى إنشاء تجمع آخر يعني على هوى هذه الدول وهو حسام هذه الدول. لا أعتقد بنجاح ده أبدا، لن يكون مؤثر بشكل أو بآخر، ولن يكون له وجود في المستقبل القريب حتى، يعني لن يكون له وجود، لأن دعم أي منظمة إقليمية بيكون من خلال عدد من الدول التشارك في أزمة واحدة، التشارك في أهداف واحدة. لكن لا أعتقد أن هناك أهداف موحدة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وإلا يا فندم كنا شاهدنا نجاح لهذه الدول في التصدي للجماعات المسلحة اللي مستولية بشكل كامل على المثلث الواقع بين الدول الثلاث، بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر. هناك مثلث من يعني الأراضي تم الاستيلاء عليه، مثلث حدودي بين الدول الثلاث استولت عليه جماعة بوكو حرام وتشن غاراتها وتدخل إلى العمق في هذه الدول. إذا كان هناك نوع من أنواع يعني الالتزام بين هذه الدول والتعاون فيما بينها، كان هناك نجاح للقضاء على هذه الجماعات المسلحة. لكن حتى الآن أعتقد أنه المستقبل القريب ولا البعيد حتى سيكون هناك وجود لهذه الفكرة، هي مجرد فكرة ناتجة عن الصراع الحالي بين هذه الدول وبين تجمع الإيكوس بشكل أو بآخر. طيب بروفيسور سايش، هو باختصار حتى أترك لك دقائق المتبقية، هو السنغال نموذج آخر ما يسمى بالعدوى، عدوى الانقلابات. هل يمكن أن نذهب إلى احتجاجات أو نذهب إلى المسار الدستوري؟ لأن تأجيل الانتخابات على الأقل كان طمأنة، ماكي سال قال أنا لا أترشح لعهدة ثالثة، هل يطمئن الشارع؟ هنا في تقديري بعض القوى هل تعمل على توسيع هذا التحالف في غرب إفريقيا بما يخدم أجندات خارجية؟ إذن الكل يرتقب ماذا ستكون هناك تحولات دستورية في السنغال. طيب في الأخير ما بقي معنا كاريكاتير أقول الحدث في هذه الصورة. مباشرة نتوجه إلى التعليق مع الضيوف الأكارم. إذا نبدأ معك دكتور أسامة، كيف تعلق على صورة الحلم الأفريقي 2063؟ يبقى حلم في يكون واقعيا. إذا كانت لدينا نخب حقيقية تريد الخير للقارة يمكن تحقيق هذا الحلم، أربطها مباشرة بالنخب. نعم. ممتاز. دكتورة هبة، كيف تعلقين يعني على صورة الكاريكاتير؟ الكاريكاتير عظيم جدا. شايف أنا أعتقد مش عظيم، كنت أرى ناطحة السحاب في القاهرة، يعني أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا تطل على إفريقيا بكامل. هذا أمل عظيم نتمنى إن شاء الله أن يتحقق، ولكن ما زال حلم بعيد. بروفيسور سايش، هو في تقديري عندما تؤمن أن لديك موارد بشرية وشعار التعليم، نيكروما في 1963 في أول اجتماع لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية قال بالتعليم سنحول الصحراء الإفريقية إلى جنات من الأزهار والورود. هذا النموذج التكنولوجي، بمعنى إذا كان الآخر ينظر إلى القارة الإفريقية كقارة واعدة، أعتقد إن أصبحت هذه القارة بيد نخبها وشبابها ستتحول إلى قارة يصبح الآخرين يبحثون عن الهجرة إليها، ولا نصبح نبحث عن الهجرات بالقوارب الأفارقة نحو الضفة الأخرى. نمتلك من القارة من الإمكانيات، لكن بالكفاءات بالمشاريع بتحقيقها وبالحكم الراشد في النهاية. صحيح. لا نبحث عن الذي يخلد في الكرسي 30 سنة ثم يمنع أجيال أن تصل إلى، لأن المستقبل الدولة بالإدارة بالمعرفة، المعرفة العلمية والابتكار والتعليم، سوف نصل بإذن الله إلى هذا المشروع، هذا الحلم الذي يحلم كما حلم الأباء عندما حرروا هذه القارة الإفريقية. شباب كانوا في 18 في 20 سنة، الاستعمار بكل أشكاله استطاعوا بثوراتهم بحركاتهم التحررية أن يخلقوا هذه السيادة. الآن الاستقلال الحقيقي هو هذا الجهاد الحقيقي بالمعرفة بالعلم، ونمتلك من القدرات، لكن دائما ما أقول المورد البشري في الترتيب الأول في جميع الأساسي. التحركات. طيب نطلب من المخرجة سلمى الرجاء إعادة صورة الكاريكاتير لأني سأعلق عليها، سنعلق عليها استثناء هذه المرة. نريد صورة الكاريكاتير
رجاء. وأشكر قبل ذلك إذن الدكتورة هبة البشبيشي الباحثة والمختصة في الشأن الإفريقي على المداخلة معنا اليوم تقدم كل هذه الإضافات في هذه الحصة. وأيضا شكر جزيل لدكتور أسامة بوشماخ أستاذ العلم السياسي والعلاقة الدولية. شكرا جزيلا. شكرا لك. وكذلك شكر دائما موصول للبروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلم السياسي والعلاقة الدولية. إذن إذا لم تكن الصورة جاهزة للأسف سأعلق عليها وأنتم الذين شاهدتموها. يقول مالك بن نبي يعني في كتابه شروط النهضة، هناك ثلاث عناصر أساسية تتعلق بنهضة أي أمة: الإنسان والتراب والوقت. وفي قارتنا الإفريقية نمتلك من الأجناس ومن كذلك الأعراق ما يجعل هذه القارة متنوعة وسخية وغنية. وأيضا نمتلك من التراب، بعيدا عن حسابات الجغرافيا الغربية، لربما نكون القارة الأكبر في هذه الكرة الأرضية. أما عن الوقت فالإنسان الإفريقي يمتلك منه الكثير والكثير جدا، ولكم واسع النظر في ذلك. في أمان الله.